السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي خواتاتي أصدقائي وأحبائي الأعزاء فين ما كنتوا. نتمنى إن شاء الله تلقاكم هاد الفيديو ديالي في أحسن حال وفي صحة جيدة إن شاء الله. قبل كل شيء اللهم صل على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا اليوم هذا اللي صورت هذا الفيديو فيه او هذا الكاب كيك كان يوم الفوز ديال منتخبنا الوطني المغربي. نتمنى له مسيره موفقه. كان لعب مع الفريق البلجيكي بلجيكا، فرحونا. نتمنى لهم ان شاء الله مسيره موفقه ومبروك علينا كاملين على الشعب المغربي فين ما كان. ونتمنىكم ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم البنات جيت ان شاء الله نشارك معكم هاد لي كاب كيك الرخامي، يعني بواحد الشكل جديد وبتقنية جديدة، يعني مغايرة على الماضلي اللي كنعرفو. المهم بقاو معايا ندوزو المقادير وطريقة التحضير. هنا ان شاء الله عندنا جوج بيضات، عندنا كاس ديال السكر، كاس الزيت وكاس الحليب، وعندنا ياغورت زبادي بالفانيليا، قبصة ملح، عندنا سكر فانيليا وتقريبا 12 غرام ديال خميرة الحلويات وملعقة كبيرة ديال بودرة الكاكاو. وهنا عندي هاد لي كيسات ديال لي كاب كيك، وعندي 250 غرام يعني ربعة ديال الدقيق الأبيض ما يعادل جوج كيسان ونص بقياس العنبة. هاد القياسات كلهم بقياس العنبة. هنا غادي ندير البيض ديالي بيضتان مع السكر مع الفانيليا، وغادي نطرب البيض ديالي حتى تيدوب داك السكر. تقنية يعني يدوية، هب بالطراب اليدوي. غادي نضيف هنا الزيت تدريجي وانا كنطرب هذا البيض ديالي والسكر حتى نضيف الكاس ديالي كامل. وهنايا غادي نضيف الحليب ديالي، حتى هذا الاقتراح البنات تيكون من بين الاقتراحات اللي كنديرو لوليداتنا المدرسه الكوتي او الفطور. هنا ضفت الزبادي او الياغورت ديال الفانيليا وقبصة من الملح. طبيعة الحال الزبادي فيه كمية ديال 125 غرام. هنا غادي نضيف الدقيق ديالي تدريجيا. مهم هاد الخليط او هاد المكونات دخلت لي رابعة ديال الدقيق ما يعادل جوج كيسان ونص بقياس العنبة. هنا غادي نضيف الكيس الاول، عندي 11 غرام فيه وضفت شي شوية باش نكمل 12 غرام، وغادي نكمل الدقيق ديالي وغادي نطرب هاد لي كاب كيك ديالي عفوا. مهم غادي نطرب هاد العجين مزيان. من بعد هانتوما هتشوفوا كيفاش غادي نقسم هاد لا كونتيتي. هنقسمها لجزئين، والجزء الثاني هو اللي غادي ندير فيه بودره الكاكاو. هنايا هانتوما شايفين التقنيه ديال ملي كتبقاي ترسمي وكيتخطط لك العجين، يعني صافي. هنايا قسمت لا كونتيتي ديالي على جزئين، وهنا ضفت ديك الملعقه كبيره ديال بودره الكاكاو والمر. تقدروا ديروا البودره الشوكولا نسكوي او ديروا دوبو الشكلاط وديروه الا ما كانش الكاكاو. وهنايا لقيت هاد يعني لا تيكستور كانت شويه قاصحه، ضفت ما يعادل ملعقه ديال الحليب دافئ باش نطلق هاد العجين ديالي او هاد لاباط ديالي. هنا غادي نحصل على يعني عجينتين، وحده بيضاء وحده يعني بهاد اللون سوداء بلون بودره الكاكاو. وهنا انا قسمتهم. هنا غادي ندير لي كيسات ديالي في هاد لومول ديال الكاب كيك. هاد الكميه طيحات لي تقريبا هنا عندي 12،
وزدت 3 صغارين ديال السيليكون باش كملت هاد لا كونتيتي ديالي. يعني في المجموع كان 15 بياسة بجوج بيضات. نتمنى البنات تجربوهم، كيجيو لذادين وخفافين وناجحين في نفس الوقت، وتحترموا نفس المقادير اللي نزلت في هذا الفيديو. هنا خديت انا ملعقة باش غادي ندير هذيك العجينة البيضاء، وملعقة درتها في العجينة السوداء، وبقيت كنخوي هكا الطريقة ديال كيفاش كتجينا الكيك مغبغي او مزغرف، او كيجي هكا يعني مخلط بالالوان. كنبقى ندير الطبقة الاولى في البيض، الطبقة الثانية في بالشوكولا، الطبقة الثالثة في البيض، الطبقة الرابعة بالشوكولا، حتى نوصل لحد اللي خص هاد لي كيسات نوصل لهم. راكم عارفين اننا كنعمرو ثلثين فقط، ثلاث ارباع، والربع كنخليو فين كتطلع لنا هاد لي كاب كيك او هاد العجين او هاد لاباط، لان الا عمرناهم بزاف يقدروا يفيضوا. عملية سهلة كيف كنديرو لي كيك الكبير، درنا حنا هاد لي كاب كيك بهاد الطريقة هادي. كنتمنى ان شاء الله يعني هاد لي كاب كيك يعجبوكم وتجربوهم لوليداتكم، لما لا، ويكون كاقتراح للغوتي او للفطور الصباح، او يديوهم لوليدات معاهم للمدرسة، لما لا. احسن ما نشريو انا دائما مع السهل الممتنع، يعني نشريو نصوبو حاجه عفوا في الدار وتعرفي شنو دايره فيها، احسن ما نشريو ديال لي ماغازان وديال على برا المحلات يكون فيهم نسبه سكريات كثيره. هنا خديت هاد لي كوردون ديال الشواء، قطيبه شواء، وبديت كنخططهم هكا. تتقدروا ديروهم كيف ما بغيتو، تترسمو هكا، كتفننو وكتزوقو كيف ما بغيتو، كيف ما طلعت لكم الرشمة هي هاديك، تديروهم عشوائيا، وكتقدرو تخليوهم هي هكاك، يعني ماشي ضروري. وراهم كيجيو منين كيطيب كيجي بالطبقات. هذا اللي شاط ليا البنات درتو في هاد لي مولد السيليكون، جاو صغيورين وجاو حليلوين. المهم هادي لا كونتيتي اللي بقات لي درتها هنايا. هذا هو الاقتراح اليوم. هنا راني مشي على الفران سخن مزيان، وفاش دخلت هادو هما ها هما في الفران كانوا طلعوا هنايا، هما هادو لي كاب كيك ديالنا هنايا. كتشعلوه يسخن وكتدخلوه نصف ساعه وكتخرجوهم. هذا هو الكاب كيك ديالنا اليوم، جاو خفافين كيف الريشه، ووحده كتاكلوها في جوج طغمات. نتمنىكم البنات يعجبكم وتجربوه، ونكون كنت خفيفة عليكم ان شاء الله في هاد لا فيديو. نتمنىكم ان شاء الله الصحة والسلامة، ونقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر. مع السلامة، الى اللقاء.